الو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ، اخبارك امورك؟ وحياك، الحمد لله بخير. الحمد لله. يا شيخ، حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي، ورميتها بطلقة واحدة، ماشي. وبعد ذلك عدنا معا يعني في نفس البيت، وهذا مرت الأيام كالعادة يعني لا شيء بيننا، لكن بعد 5 أيام أو أسبوع تشاجرنا يعني مرة ثانية. أنت كنت أرجعتها بعد التطليقة الأولى؟ نعم، أرجعتها. نعم. فحدثت مشكلة بعد 5 أيام، فطلبت مني زوجتي أن أوصلها بسيارتي إلى بيتها. اشتد الكلام واشتد الحوار يعني بيننا، فرميتها بالطلقة الثانية حينما هي طلبت مني، أبت أن تنزل لتخرج من السيارة حتى أرميها بالطلقة الثانية، فرميتها بالطلقة الثانية. فبقينا في السيارة تقريبا 15 دقيقة بعد الطلقة الثانية، فاشتد الجدال بيننا وتعالت الأصوات، فرميتها بالطلقة الثالثة. عفوا، أعد ملابسات التطليق الثالث. بعد الطلقة الأولى مرة أرجعتها وعشنا معا، ثم بعد 5 أيام أو أسبوع تشاجرنا مرة ثانية، وطلبت مني أن أوصلها إلى بيتها. فتشاجرنا في السيارة وتعالت الأصوات، ورميتها بالطلقة الثانية. طيب. فبقينا في السيارة تقريبا 15 دقيقة بعد الطلقة الثانية، فبعد ذلك تشاجرنا مرة ثالثة، فتعالت الأصوات ورميتها بالطلقة الثالثة. ما كنت راجعتها بعد التطليقة الثانية؟ لا، الوقت بين الطلقة الثانية والثالثة تقريبا 10 دقائق أو لا، هي تطليقة واحدة، الأولى محسوبة والاثنين الأخيرتين محسوبان واحدة. إذن الآن تطليقتان، إذا طلقتها الثالثة تحرم عليك.